السلام عليكم ورحمة الله، معكم محمد خليل من قناة بيكام انجينير. من بعد ما شفنا في لا فيديو اللي فات في لغة البرمجة سي كيفاش نكريو ان طابلو، في هاد لا فيديو ان شاء الله نقوم بتصحيح التمرين رقم 7، وكنظن بانه ساهل لان داكشي اللي عطيتك هو اللي هتكتب ليا. غير الفرق ان ليتيليزاتور هاد المرة هو اللي دخلنا واحد 10 ديال لي زونتي وخزناهم في طابلو، ومن بعد نكريو الطابلو قلنا بالاوردر كخواسو ونافيشيو له الطابلو. نبدأ على بركة الله، سيبريمي هذا الشيء. عندنا واحد طابلو قلنا ديال 10 ديال لي زيليمون، وعندنا واحد البوكل اي، نحتاجو جي ونحتاجو قلنا واحد تي ام بي باش نتريو بيه الطابلو ديالنا. فور اي تساوي ليا زيرو، اي اصغر من 10، اف بي بيس نطلبو من داك ليتيليزاتور برينت اف اونتري ليليمون فونكسيون دي، نعطيو اف بيس ان باش يدخلنا دوك لي زيليمون. سكان اف بما انهم دي زونتي نديرو فونكسيون دي و ادريس دو طابلو. دابا هذا نقدرو نديرو واحد الكومونتير هنا، سيزي دي دوني بار ليتيليزاتور، دخل ليا دوك لي دوني مثلا. نجي من بعد دابا هو دخل ليا لي دوني، خصني نتري داك الطابلو ديالي. دونك كيف ما درنا لي تخي اي اصغر، قلنا كنمشيو حتى للطاي موان دو، يعني غنمشيو حتى 8، يعني اصغر قطعا من 9. اي بليس بليس وسط منها نبوكليو بواحد البوكل جي. فور جي قلنا كتمشي لنا من اي، من اي بليس ان جي اصغر من تمشي حتى للطاي موان زا، يعني غنمشي تحت 9 اصغر قطعا من 10. جي بليس بليس داك تي ام بي باردون اف، بعدا خصنا نديرو لا كونديسيون طاب دو اي اكبر من طاب دو جي، تنديرو قطعة لأنها ممكن تكون أو تساوي، إلا كانت ممكن أو تساوي كنخليهم ماشي مشكل، كيلاش نقلبوها مادام أنهم ما يمكنش يتقلبو بحال بحال. دونك داك تي ام بي، تي ام بي غاتش تكتب كاع لانو بغات تصدق، تي ام بي غوسوا طاب دو اي و طاب دو اي و سوا طاب دو جي و طاب دو جي و سوا تي ام بي. هذا قلنا لو تري ابي، كاين تري ا سيليكسيون با سيليكسيون، بغيت نديرو لكم حتى هو، خليو لي كومونتير، وخا تنظر بان المبدا مفهوم، يعني الا فهمتي تري ابي صافي راك فهمتي حتى تري لا. هنا نديرو تري دو طابلو، ومن بعد نجيو نافيشيو لو نوفو طابلو. افيشاج دو طابلو تري فور اي كتساوي لنا زيرو، اي اصغر من 10، اي بلاس بلاس. نجيو ندير واحد برينت اف بورسون دي ونسي سلاش ان باش نديرو روتور على لين طاب دو، افيشي ليا داك الطابلو ديالي. نجيو نبدا على بركة الله، اونتخي لي ليمو ان مثلا 12 ناقص 3 19 0 225 76 ناقص 17 99 13 و 7 مثلا. لاحظوا ناقص 17 ناقص 3 0 7 12 13 19 76 99 225. كما كتلاحظوا الطابلو ديالي تخي، ما عندي حتى شي ايرور، كلشي مزيان. بما اننا فهمنا تخي صافي راه ساهل، في حتى شي حاجه خصك تفهم لو برينسيپ وغادي تخدم. اون شيرش لانديس، هادو لي زالغوريتم اللي كانوا قالوا لنا سيجيري، اون شيرش لانديس لو بلو بتي اليمون
parmi les indices de 0 à 9 et on échange cet élément avec T de 0. On cherche l'indice le plus petit élément parmi les indices de 1 à 9 et on échange cet élément avec T de 1. On est bien radia. Donc, si l'idée de l'idée, on peut changer à chaque fois que l'on a dit. فاش كتزاد اي جي كتمشي لنا يعني هذا هو تخي ابيل هما هنا طالبين تخي ابيل فاش كتكون اي 0 جي كتمشي لنا من اي بليس ا 1 عندنا 0 كتمشي لنا ان فاش تكون عندنا هنا 0 كنشونجيو مع تي دو 0 هنايا فاش تمشي لنا من ان دو 0 تي دو 1 داكشي اللي درنا تخي ابيل نشوفوا التمرين رقم 8 شنو كيقول Écrire un programme qui demande à l'utilisateur de taper des entiers qui seront stockés dans un tableau. Le programme doit trier le tableau par ordre croissant. Je dois afficher le tableau. C'est un algorithme suggéré préabule. L'exercice à la fin l'exercice à la fin de ce jour, écrire un programme qui saisit deux tableaux de des entiers A et B. C est un tableau. Il y a deux tableaux des entiers. C est un tableau de 20 entiers. Le programme doit mettre dans C la fusion des tableaux A et B. On copiera dans les 10 premières cases. De C, le tableau A. Donc, on a deux tableaux. On fait 20 des entiers. On sait que le tableau fait 20. La taille de 20. On coupe au level A. On coupe au tani B. Je vous dis à la vidéo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.